الله تعالى وبركاته. معكم قناة طبخ أم آدم. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبنا واحد الوصفة مغايرة كيف كتشوفوا هنايا. غادي نديرو طبق ديال السرديل. طبق ديال السرديل كيف كتشوفوا غسلناه ونقيناه وغادي نديرو به واحد الوصفة مغايرة. وكما كان الإنسان مولف كيقلي السرديل كيديروا كفته كواري كيديروا في الفران على طريقه باش انا اليوم غادي نديروا بطريقه مغايره بالفران في الفران. وتابعوا معايا الوصفه حتى الاخير باش تعرفوا اشنو غادي ندير بالسرديل. هنا عندي الرز اللي سلقته. خذوا غير الرز العادي سلقته بشوية ديال الملحة. عندنا العطرية كاينه التومة شوية الملح تحميرة فلفلة السودانية. هنا الربيع درت القزبر أكثر من الربيع كيف كتعرفوا الحوت دايما كيبغي القزبر أكثر. هنا عندنا مطيشة محكوكة. هنايا درت عصير حامضة عصرتها قبل باش ما نطولش عليكم. عندنا هنايا الزيت وهنايا الفلفلة الحارة وهنايا التحميرة السودانية والملحة كيف كتشوفوا. هنايا عندي جوج غطيرات اللي فيهم العطرية دايراهم ولكن كل واحد لقامة ديال الوصفة اللي غادي ندير دابا. دابا على بركة الله أول حاجة غادي نديرو وهو غادي نوجدو لاصوص ديال مطيشة. بقاو معايا. دابا غادي نديرو مطيشة اول حاجه غادي نديرو لاصوص ديال مطيشه طيب لينا على ما نبداو حنايا الوصفه الاخرى. غادي ندير فيها العطريه التحميره السودانيه والملحه. كطيب شوية نخلطو بعدا داك العناصر ديال العطرية نخليوها طيب ودابا نرجعو نكملو الوصفة ديالنا. من بعد ما خلينا لاصوص ديال المطيشة كطيب دابا غادي ناخدو باش غادي نشرملو الحوت السرديل ديالنا. غادي ناخدو الربيع نخليو هذا شويه على جنب بغيناه. من بعد غادي نديرو حامضه. كتعرفوا بان الحوت دائما كيبغي الحامض. غنديرو فيه الهريسه شوية الملحة ما نكتروش حيت هويا كيكون مالح. ونديرو التومة كيف
كما كتعرفوا بان الثومه الحوت دائما كيحتاج للثومه نحكوها ولا كديروها مقطعه رقيقه الا بغيتو. دابا حنايا نحكوها هنايا غير كنحكها. من بعد ما حكينا الثومه غادي نزيدو واحد شويه ديال الزيت نحاولوا نجانسو هاد العطريه هادي اللي درنا مع الربيع. هادي هي شرموله ديال الحوت. دابا غادي نبداو نشرملو الحوت ديالنا. غير شويه ونخليوه يشرب شويه شرموله. باش عاد غادي نكملوا الوصفه. جربوا هذا الطبق راه غادي يعجبكم. الانسان غادي يبدل الشكل اللي متعود عليه. واكثريه السرديل الانسان هو مفيد للجسم وفيه فيتامينات كثيره سبحان الله العظيم. والانسان اللي تغير بقوه القليان ديال الزيت الانسان يحاول يدير اشياء اللي يتبعدوا على الزيت. الذات ديالنا راه ولات انسان الجسم ديالو راه ما بقاش كيقاوم مع هاد الاكل اللي كناكلو بزاف ديال العلاب وديال الزيت المقليه وهادي. انسان يبدل. غادي نخليوه دابا واحد شويه غنخليوه ها نتوما كيشرملناه. على جانب واحد شويه باش نكملوا الوصفه ديالنا. دابا غادي نمشيو نشوفوا لاصوص طوماط واش طابت ولا باقي. نشوفوا لاصوص ديالنا. غنزيدو عليها الربيع. نسيت نخليها تغلي واحد جوج غليات حيت انا ما غاديش نطيبوها بزاف حيت باقا غادي تكمل بها طياب في الفران ان شاء الله بحول الله. دابا غادي نوجدو الرز. ناخذ القياس. انا درت غير الرز العادي سلقته نص سلقه. ندير فيه واحد شويه ديال الربيع واحد شويه ديال الملحه السودانيه حيت حنا دايرين السودانيه في الحوت وفي الشرموله ما غاديش نكثروها بزاف. درت غير شويه. غادي ناخذ واحد شويه ديال لاصوص. ها
نحاولوا نخلطوا. من بعد ما شرملنا الروز حتى هوايا كيف كتشوفوا، دابا غادي ناخذوا غادي نوجدوا البلا ديالنا. ناخذوا الكرادة وغادي نديروه في المول. ناخذوا السرديل، ناخذوا شويه ديال الروز، نحاولوا ندوروه بحال كراتا. راه كيجي لذيذ، جربوه. واحد ينوع كل خطرة يدير طبق على في شكل باش الانسان كيغاير، حيت كما كيقولوا العين اللي كتاكل. حنا دابا درناه بهذه الطريقه هذه، ما غاديش يشرب لينا الزيت ما والو، وغادي يجي لذيذ. غير جربوه، راه ما غتبقاوش تستغناو عليه. لاصوص ديالنا راه طابت ديال المطيشه، راه طفيت عليها. هذه راه نسميوها غراتان ديال السرديل. داك الخطره كنا درنا في القناه ديال طبخ ام ادم اللي درنا، كنت درت الكراتان ديال الدنجال بالبطاطس، حتى هي جات غزاله. وشكروني عليها بزاف الاخوات اللي متابعين، كنشكرهم دائما من هاد القناه على تتبعهم وعلى وفائهم واخلاصهم، وبيهم باش الانسان كيزيد القدام. والاراء ديالهم والتعليقات ديالهم كتفيدنا. كاين اللي كيجرب شي طبق كيشكرك عليه، كاين اللي كيقول لك الا ناقص شي حاجه داير شي حاجه. انسان حنا هنايا باش نستافدوا جميعا، الاستفاده مزيان الانسان وشي يستافد من عند شي. هاد الطبق هذا كنصحكم انكم تجربوه، اكثريه للاطفال. مع كتعرفوا بان هما ما كيبغيوش ياكلوا لينا السرديل، ولكن الا درتوه ليهم بهذه الطريقه هذه غادي تاكدوا بانهم غادي ياكلوها، وراه مهم ليهم.
مع الروز حتى هويا فيه منافع، ودرنا ليه الشرموله ديالو. ها الصحن ديالنا وجدناه، دابا غادي نديرو نجيبو لاصوص طوماط ديالنا. ها الحوت ديالنا وجدناه كيف كتشوفو، درتو على طريقة ديال الكراتان عامر بالروز، أكلة صحية ومفيدة. دابا غادي نجيبو لاصوص، لاصوص طوماط اللي كنا وجدنا، غادي نديروها دابا باش طيب لينا. حاولوا ديروها غير في القناة. انا خليت فيها شويه ديال الماء، ما شحرتهاش بزاف حيت باقي غندخلوه للفران. غتكونوا دايرين الفران كيسخن على درجة الحرارة اللي عنده ديال الضو، غادي يدير درجة الحرارة 140-160، يدير الفوق والتحت. راه الحوت دغيا دغيا كيطيب. من بعد ما درنا لاصوص طوماط على الكراتان ديال السردين اللي شفنا، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت من الفوق، ودابا غادي ندخلوه للفران. خرجنا الطبق ديالنا ديال السردين اللي معمر بالروز على طريقه ديال الكراتان كيف كتشوفوا. درنا له لاصوص طوماط باش كيجي بنين، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، ما غاديش تستغناو عليها. وكنشكركم من قناه طبخ ام ادم اللي بكم كنزيدو القدام، وما تنساوش الاشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. وشكرا للجميع. هانتوما غادي دابا بسم الله شكي كيجي ناشف. نديرو لاصوص كما كيشو كي كيبان لكم. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه. شكرا لكم جميعا.